من تنظيم المديرية الإقليمية الفيدا مرسى السلطان، لقاء تواصليا لفائدة الأستاذات والأساتذة وطر وموظفي الأكاديمية العاملين بالمؤسسات التابعة لهذه المديرية. هذا اللقاء يتطرق لمجموعة ديال النقط اللي ذات طابع أفقي اللي كتهم مجموع الأساتذة بجميع الأسلاك. نحن نعرف بأنه الأساتذة يتلقون تأطيرا بداغوجيا من طرف الأطر التربوية، تأطيرا إداريا داخل مؤسساتهم التعليمية، لكن تبقى بعض المواضيع في الحقيقة اللي كتحتاج مثل هذه اللقاءات اللي كتبقى وعاء لتصريف مجموعة ديال المواضيع اللي كتهم بشكل مباشر هذه الأساتذة. إذا هذا اللقاء هو أول لقاء لفائدة هذه الأطر. رأينا أنه نبرمجوا فيه 5 ديال العروض موضوعاتية. العرض الأول فيه شق قانوني اللي كيعرف الأطر بالنظام الأساسي لأطر موظفي لأكاديمية الدار البيضاء سطات. عرض أيضا كيعرفهم بالحياة المدرسية من أجل إدماجهم وتنشيط الحياة المدرسية داخل المؤسسة التعليمية. عرض يتعلق بإخلاقية المهنة. عرض يتعلق بالرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وعرض ذو طابع اجتماعي يتعلق بالحقوق الاجتماعية اللي كتضمنها مؤسسة محمد السادس من تقديم الممثل الجهوي للمؤسسة بالدار البيضاء. ونحن نعتزم أنه خلال هذه السنة إن شاء الله في بداية السنة المقبلة نبرمج مجموعة ديال اللقاءات بالتشاور مع الأساتذة، لأن هما أيضا عندهم رغبات ديال التأطير في مجموعة ديال المواضيع، وأيضا احنا فتحنا المجال حتى لمساهماتهم عند الاقتضاء في تأطير زملائهم في هذا الباب.